في هذه الحلقة سأريك كيف يمكنك أن تقوم بالحصول على NFT أفاتار مجانا وعلى شخصيتين. ترقب هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سمور تكون خطرس. أتمنى أخو الاشتراك في القناة بالنقر على أبوني أسكرايب واشتراك وانضم على العائل الخاص في مجال رحو انترنت وكل ما يتعلق حول مجال الرب عالمهم. إن شاء الله أحبتك يا رام في حلقة اليوم سنقوم بالتكلم عن أفضل مجال وهو مجال الميتافيرس وكيف يمكنك أن تقوم باختيار أفضل عملة تقوم بالعمل فيها يا أحبتي الكرام، لأنه يوجد كثير من المشاريع وكل مشروع يختلف كل مشروع والمميزات الخاص به والبارتنارية مع افضل الشركات ومع افضل الشخصيات عبد الكرام. وكذلك كيف يمكنك ان تقوم بالاستفاده كذلك من ال NFTs. اول شيء نقوم بالانتقال الى الكوال ماركت كاب ونقوم بالانتقال كذلك عبد الكرام الى هنا الى الميتافيرس، ومن الميتافيرس نقوم بالتكلم عن افضل عمله وهي عمله السنسريوم عبد الكرام، عمله السينسو، وكيف يمكنك ان تقوم بالاستفاده منها من افضل العروض وهي تشتغل احبتي الكرام على الميتافيرس، على البريزم، الموشن، الكتكسي من الاشياء سأقوم بشرحها لكم. رغم اني قمت بشرح هذا المشروع احبتي الكرام سابقا، وهذه ليست نصيحة استثمارية او شيء من هذا القبيل في هذه العملة، هذه فقط كشرح خذه او اترك. كما ترون احبتي الكرام ها هي عملة السينسو، هنا نقوم بالنقر عليها هكذا، نقوم بانتقال الى هنا، السعر الخاص بها 1.58 دولار. كالحجم التداول الخاص بها اليومي هو مليون دولار و200 حبيبتي كما يظهر لكم الان، هذا هو الماركت الخاص بها. كذلك يوجد معلومه جد مهمه، لقد قام بحرق عن ازيد من 1 مليار، وسوف يبقى فقط 700 مليون من هذه العمله، نعم، و500 مليون سيقوم بعمل لوكد، يعني سيقوم بعمل اقفال. لا يا احبتي عالم، الان احبتي الكرام نقوم بالانتقال الى الويب سايت الخاص بالسنسريوم جالاكسي على هذه الطريقه، وهذا هو المؤسس الخاص بهذه العمله، هو ميخائيل بروخوروفي احبتي الكرام، هذا الذي يجمع ما بين العالم الافتراضي ومع الذكاء الاصطناعي احبتي الكرام. اول شيء احبتي الكرام نقوم بالانتقال الى هنا، سنقوم بالانتقال الى المميزات الخاصه بهذا المشروع احبتي الكرام الخاص بالسنسوريوم، نقوم بالانتقال الى برودكت على هذه الطريقه. لاحظوا معي جيدا هنا، نقوم بزياره الويب سايت الخاص بهم من هنا، وساريكم في الاخير كيف يمكنك ان تقوم بالتداول بها لانها تقبلها افضل المنصات وهي الكويكوان وال كثير. كما نلاحظ هنا السنسوريوم تجمع بين الميتافيرس كذلك احبتي الكرام NFTs الخاص بالافاتار والكثير من الاشياء. على سبيل المثال هنا في بريزم يوجد هنا الميتافيرس الخاص ببريزم على الحفلات والمهرجانات التي يمكنك ان تقوم بالحضور لها فقط عن طريق الميتافيرس الخاص ب بريزم او السنسوريوم يا احبتي الكرام، عن الميتافيرس الخاص بالسنسوريوم يا احبتي الكرام عالمو. كذلك يمكنك ان تقوم بالانتقال كذلك الى ستارت شيب يا احبتي الكرام، الذي هم كذلك هنا الميتافيرس الخاص بستارت شيب، البريزم، الموشن يا احبتي الكرام، والكثير والكثير من الاشياء. كذلك يمكنك ان تقوم بالانتقال الى ستور على هذه الطريقه، ومن هنا يمكنك ان تقوم بالحصول هنا على 2 NFTs يا احبتي الكرام، بمجرد انك تقوم بالتسجيل من هنا، تقوم بعمل هنا تسجيل عبر الصين وتقوم بالحصول هنا على NFTs، هذا NFTs وكذلك هذا NFTs مجاني، نعم. وكذلك إذا أردت أن تقوم بالعمل في NFTs الأخرى يمكنك كذلك أن تقوم بشرائها من هنا على باي، مثلا هذه الشخصيات الخاصة بأفاتار كلها يمكنك أن تقوم بشرائها، متوفرة في القادمة أحبتي الكرام كما يظهر لكم الان. عالم صراحه شيء جميل جميل جدا، وقم بالتسجيل في السطور. كذلك لديهم هما احبتي الكرام هنا في الموبايل، كذلك لديهم يمكن كذلك ان تقوم بالتحميل هنا التطبيق الخاص بهم في الجوجل بلاي، وكذلك هنا في الاب ستور موجود كذلك هنا. صراحه مشروع جيد جدا، انا فقط اقوم بشرح لك هذا المشروع الرائع والخاص بالسنسوريوم وعملته السينسو، وكذلك كيف يمكنك ان تقوم بالاستثمار فيها اذا اردت. كما يظهر لكم الان يا احبتي الكرام هنا في الكوال ماركت كاب هنا الرانكين الخاص بالعمله، كذلك يمكنك هي تشتغل الان على شبكه الايثيريوم، وكذلك سوف يقوم بالانتقال الى شبكه البولكادوت نعم في القريب، وكما اشرت اليه سوف يقوم بحرق عن ما ازيد من 1 مليار حبه،
يعني أنه سوف يبقى فقط 700 و200 هي التي يمكن أن 200 مليون هي التي يمكن أن تقوم بالتداول بها. أما الباقي أحبتي الكرام 500 سوف يقوم بعملها لوكت. نعم كما يظهر لكم الآن هنا في الماكس توتال سبلاي كما يظهر لكم الآن هنا نقوم بالانتقال إلى هذا. هنا لقد قوم بحرق عن ما أزيد من 4 ملايين من عملة السينسو كما يظهر لكم الآن. هذا هو التوتال سبلاي الأفشل البون يعني بعد الحرق هنا. وكذلك في 31 من ديسمبر يعني أنها فاتت المدة. نحن الآن هنا في 2022 في شهر واحد، أما في 1 ديسمبر 2021 لقد قاموا بحرق عن ما أزيد من مليار. نعم مليار، يعني الباقي سوف يبقى فقط هنا 700 من هذه العملة 700 مليون، وسوف يقوم بعمل لوكيد ل 500 مليون والباقي سوف يتم التداول بأحبتي الكرام. صراحة عملة يمكنك أن تقوم لديها مستقبل كبير أحبتي الكرام لمن أراد أن يقوم بشرائها ويقوم بالتداول بها في أبرز المنصات. لكن لا تنسوا أحبتي الكرام أنكم تقوم بالاستفادة كذلك من الـ NFTs الخاص بهذه العملة داخليا هنا في أسطور. كيف تقوم بالاستفادة من هذا ومن هذا؟ يمكن كذلك أن تقوم ببيعه مستقبلا، يمكن كذلك أن تقوم ببيعه، كذلك يمكن أن تقوم بشراء هذه الشخصيات الخاصة بأفاتار. وكذلك لن ننسى أبرز الشخصيات الذي لديها شراكة مع العملة السينسو وهما دافيد غيتا والكثير الكثير من الفنانين الذي يمكنك أن تقوم بالدخول في الميتافيرس الخاص ببريزم. سوف تجدهم في ذلك المكان لأن بريزم يشتغل في المهرجانات في الحفلات والكثير كثير من الأشياء. وإذا أردت أن تقوم بالبدء في التداول في عملة السنسوريوم أو السينسو فقط تقوم بالانتقال إلى السينسو على هذه الطريقة، وسوف تجدها موجودة على أكبر المنصات منها الكوكوان الهايت بي تي سي كذلك الهوت بيت البيتريكس أحبتي الكرام، وقريبا سوف تدرج كذلك على منصة الباينانس احبتي الكرام. هنا يمكنك ان تقوم بالانتقال فقط من هناك. كيف يمكنك ان تقوم بالشراء هذه العملة؟ فقط تنتقل الى باي على البي تي سي او اليو اس دي تي، تقوم بالانتقال الى منصة مباشرة الى منصة الكوكوان وتقوم بالتداول بها وتقوم بشرائها كما تشتري العملات الالكترونية الأخرى. نعم هذه المنصة الخاصة بكوكوان، وهناك يمكنك أن تقوم بالمضاربة في هذه العملة. حتى الآن هي جيدة للشراء لأنها ارتفعت أحبتي الكرام. نقوم بالانتقال إلى العملة ارتفعت أحبتي الكرام من 0.10 إلى 3 دولارات. نعم صراحة شيء جميل جميل جدا لديها مستقبل كبير هذه العملة. لمن أراد أن يقوم بالتريد عليها فهي لديها شراكات كبيرة وداخلة إلى مجال الميتافيرس، ونحن نعرف جيدا مجال الميتافيرس أحبتي الكرام. الكل يقاتل لكي الأفضل في هذا المجال. عموما صراحة كنت مدرب في هذه الحلقة، كان معكم تخصصكم رسكون في مجال حمار الانترنت. إذا أردت من الحلقة حول جمال أسلاق قولي أسفل هذا الفيديو الربح مع استثمار ناجح أي شيء يتعلق حول الربح أنا أرى الإشارة ودائما مع الحلقات المميزة. تحياتي لكم أحبكم في الله، أخ بأخ وأخت بأخت، والله أحبكم. دمتم في عتيلة ولا شرح قادم إن شاء الله.